شاروزة، نتحدث اليوم بموضوع آخر من مواضيع الهندسة الوراثية ضمن المحاضرة السادسة. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن هناك مجموعة أمور تسبب مشاكل في عملية إنتاجية البروتين المكون جينه في بلازميد معين والمستخدم مع بكتيريا الإيكولاي. ومن هذه المشاكل ذكرنا أن هناك نوعين أساسيين من المشاكل: مشاكل تنتج من سيكونس الجين الذي تمت عملية كلونته، ومشاكل تنتج من ضمن الإكسبرشن هوست اللي هي الإيكولاي نفسها. وفي المحاضرة السابقة تطرقنا إلى المشاكل التي يسببها سيكونس الجين المحشور ضمن البلازميد المهندس وراثيا. ومن هذه المشاكل ذكرنا أن على سبيل المثال أن الجين المأخوذ من الكائنات الراقية يكون حاوي على إكزون وإنترونز، بالتالي عملية السبليسينج عملية إزالة الإنترونات غير متحققة في داخل بكتيريا الإيكولاي، وعلى هذا الأساس إذا تمت كلونة الجين حاوي على إنترونات راح يتم عملية إكسبرشن للإكزون وللإنترون، وبالتالي راح يعطيني بروتين غريب في داخل بكتيريا الإيكولاي. أو قد وجود الإنترونز، وجود السيكونس الموجود به قد يسبب لنا تيرمينيشن بشكل أو بآخر. من المشاكل الأخرى أيضا ذكرنا أنه في بعض الأحيان أكو كودونات بكتيريا الإيكولاي تميزها على أنه ستوب كودون، في حين هذه الكودونات في داخل خلايا الكائنات الراقية هي تشفر أحماض أمينية معينة، بالتالي قد يحدث للجين عملية تيرمينيشن في داخل الإيكولاي ولا يكمل عملية بناء البروتين بشكل صحيح أو عملية استنساخ الـ RNA من الجين المحشور، وهذا النوع آخر من المشاكل. أما النوع الثالث من المشاكل فهو وجود كودونات تعرف بالرير كودون أو الديسفيفرد كودون، وهذه الكودونات الغير محببة بمعنى أنه تعتمد عفوا بشكل أو بآخر على جزيئة tRNA. tRNA إذا كانت موجودة في بكتيريا الإيكولاي تستطيع تمييز وترجمة كودونات معينة لكل حامض أميني. هذه الكودونات قد تختلف في الكائنات الراقية، يعني tRNA ما الكائنات الراقية قد يترجم كودون معين إلى حامض أميني، هذا الكودون لا يترجم ربما في الإيكولاي، وبالتالي هذا راح يقلل من كمية البروتين المنتجة. في هذه المحاضرة راح نتكلم عن المشاكل التي تسببها بكتيريا الإيكولاي نفسها. Here is the title: Problem caused by E. coli. The protein of most organisms are processed after translation by chemical modification of amino acids within the polypeptide. البروتينات مات معظم الكائنات الراقية بعد عملية الترانسليشن تحدث بها عملية processing. هذه عملية البروسيسنج تتم بإضافة تحويرات كيميائية على الأحماض الأمينية ضمن جزيئة البروتين، بمعنى أنه تضاف على البروتين، يعني بعد ما يترجم البروتين وبعد ما يبنى جزيئة البروتين راح يتم إضافة جزيئات أخرى على هذا البروتين وتحدث تحويرات. وضربنا مثال على ذلك هو إضافة السكر إلى البروتين. Protein processing are essential for the correct biological activity of the protein. عملية البروسيسنج هي عملية جدا مهمة، لأنه البروتين إذا ما أضيف له على سبيل المثال سكر ما راح يؤدي وظيفته في بعض الأحيان حسب ذاك البروتين، نوع ذاك البروتين في داخل خلية الكائن الراقي. يعني بعض أنواع البروتينات على سبيل المثال تكون حاوية على سكر ونسميها جلايكوبروتين، هذا البروتين ما يؤدي وظيفته إلا بوجود ذاك السكر، بس مو معناها أنه كل البروتينات اللي تنتج داخل خلايا الكائنات الراقية تكون حاوية على سكر. بعض البروتينات تكون حاوية على سكر، بعض البروتينات تكون حاوية على مجاميع كيميائية أخرى. وهذه عملية البروسيسنج عملية جدا مهمة مثل ما ذكرنا. هذه العملية عملية إضافة السكر إلى البروتين سميناها بالجلايكوسيليشن. هذه الجلايكوسيليشن is extremely uncommon in bacteria. عملية الجلايكوسيليشن في داخل البكتيريا إلى حد كبير تكون
غير واردة. لذلك البكتيريا لا تستطيع في هذه الحالة تقوم بعملية الجلايكوسيليشن للبروتينات. E. coli might not fold the recombinant protein correctly. المشكلة الأخرى هو أنه الـ E. coli تكون غير قادرة في بعض الأحيان على عمل تركيب ثلاثي الأبعاد للبروتين، ما تكون قادرة على عملية الفولدينج اللي تكلمنا عنها في الكورس الأول، وعملية تكوين البروتين بشكل ثلاثي الأبعاد بشكل صحيح. And in general and generally is unable to synthesize the disulfide bond present in many animal protein. على سبيل المثال، واحدة من الأواصر المهمة لتكوين جزيئة بروتين ثلاثية أبعاد بشكل صحيح هو وجود الدايسولفايد بوند. في كثير من أنواع البكتيريا، هذه البكتيريا غير قادرة على تكوين الـ SS bridge. If the protein doesn't take up its correctly folded tertiary structure، إذا البروتين ما صار له correct folding، ما صار بتركيبه الثلاثي بشكل صحيح، then usually it is insoluble. ونعني بالـ insoluble بأنه يكون غير ذائب في السيتوبلازم. And form an inclusion bodies، يسوي لنا أجسام يسموها بالأجسام الـ Un-Inclusion Bodies. ولذلك إذا ردنا نعرف الـ Un-Inclusion Bodies نقول عليها بأنها هو Unfolded Tertiary Structural Protein then, which is insoluble in cytoplasm that is formed due to the a problem occurred in E. coli. النوع الثالث من المشاكل انه الـ E. coli بعض الأحيان بعد ما تقوم بعملية إنتاج البروتين تقوم بتكسير هذا البروتين، تسوي له عملية degradation، وهذه degradation process بشكل أو بآخر تكون غير معرفة. ولكن مثل ما شرحنا في المحاضرة السابقة، قلنا على سبيل المثال إنه الـ E. coli وتصنع إنسولين. طيب هي الـ E. coli شو تسوي بالإنسولين؟ فالترانسكريبشن ماشينري البروتينات اللي موجودة زين وتقوم بعمليات إعادة التدوير في داخل البكتيريا تقوم بتحطيم الجزيئة بمجرد ما أنتجت. ولذلك هذه مشاكل ثلاثة أساسية يمكن أن نواجهها بعد عملية هندسة الوراثية وبعد الدخول في مرحلة الـ Expression Protein. Problems caused by E. coli are less easy to solve than the sequence problem. المشاكل اللي تنتج من الـ E. coli عادة تكون أسهل من ناحية حلها من ناحية sequence problems اللي ذكرناها في المحاضرة اللاحقة. طيب degradation of recombinant protein can be reduced by using as the host mutant E. coli strain that is deficient in one or more of the protease which is responsible for protein degradation. في معظم الأحيان اللي يقوم بعملية degradation هي مجموعة بروتيازات موجودة في داخل الـ E. coli. الـ protease هو بروتين يكون قادر على تكسير جزيئات بروتين أخرى، فنسميها protease. طيب كيف أنا أقدر أحل هذه المشكلة؟ عملية degradation مات recombinant protein، البروتين اللي أنتج من الـ recombinant DNA، يمكن تقليل هذه العملية باستخدام خلايا E. coli مطفرة، سترينات E. coli مطفرة وراثية mutant E. coli strains. هذه الطفرات الوراثية وين حادثة؟ في البروتيازات، بمعنى أنه E. coli غير حاوية على جين مسؤول عن إنتاج بروتياز يكسر البروتينات الأخرى، فبالتالي E. coli في هذه الحالة ما عندها إنزيمات تقوم بعملية التكسير. فإذا استخدمنا هذه السترينات المهندسة وراثيا والمطفرة وراثيا بهذه الحالة راح نتخلص من مسألة ومشكلة الديجريديشن اللي تحدث بعد عملية الإكسبرشن للبروتين. طيب فيما يخص مسألة الفولدينج، المشاكل اللي تحدث correct folding of recombinant protein can also be promoted by choosing a special host strain. In this case one that oversynthesizes the chaperone protein thought to be responsible for protein folding in the cell. ذكرنا في محاضرات التقانون الأحيائية في الكورس الأول إنه الشابيرون بروتين هو عبارة عن بروتين مسؤول عن الكوركت فولدينج. إذا أريد إنه أخلي بكتيريا الإيكولاي تسوي فولدينج للبروتين اللي هو 3D structure التيرشيال structure بشكل صحيح، أستطيع إنه أهندس بكتيريا الإيكولاي بحيث تنتج بروتينات في داخلها
اللي هي بروتينات الشابيرون. زيادة إنتاج الشابيرون يزيد من احتمالية إنتاج 3D structure للبروتين اللي تمت هندسته وراثيا. هذه المشكلة الأخرى أيضا حلها. تبقى لنا مشكلة أساسية اللي هي عملية التحوير اللي تحدث للبروتين اللي هي عملية الجلايكوسيليشن. This problem is absent and it's very difficult to be solved. إذن عملية حل الجلايكوسيليشن هي عملية أو مشكلة صعبة الحل بهذه الإمكانيات. فبالتالي لابد أنه أفكر بكائن آخر للقيام بعملية الهندسة الوراثية بدل بكتيريا الإيكولاي، لأنه هذه المشكلة هي مشكلة جدا صعبة الحل. طيب، production of recombinant protein by eukaryotic cells. ولذلك أنا أحتاج في هذه الحالة أضطر إلى استخدام خلايا إيوكاريوتيك لإنتاج بروتينات محورة اللي هي على سبيل المثال تحوي على السكر بدل الإيكولاي، لأنه الإيكولاي لا تستطيع صناعة بروتين يكون حاوي على سكر. Yeast and fungi، الخمائر والفطريات، might express a clone gene، ربما تقوم بعملية الإكسبرشن للجينات اللي مأخوذة من الكائنات الراقية وتسوي لها عملية بروسيسنج بشكل شبيه جدا بالكائنات الراقية بالمقارنة مع الإيكولاي. الإيكولاي ما تستطيع، ولكن الخمائر والفنجاي تستطيع. مثال على الخلايا اللي تقوم بعملية الريكومبينيشن هي واحد خمائر الساكورومايسيس سيرفيسيا. خمائر الساكورومايسيس سيرفيسيا هي خميرة الخبز، هي نوع من أنواع الخمائر اللي تكون قادرة على عملية الإكسبرشن للبروتين وسوي له بروسيسنج. طيب، هناك عندنا بعض الدروباكس، بمعنى أنه بعض المعوقات لاستخدام الساكروميسيس سيرفيسيا. واحد، الساكروميسيس سيرفيسيا is unable to glycosylate animal proteins correctly, often adding too many sugar units. Hyperglycosylation. Although this is, can be prevented or at least reduced by using mutant horse strains. من المعوقات الأساسية إنه الساكروميسيس سيرفيسيا تكون غير قادرة على عملية الجلايكوسيليشن أو عملية إضافة السكر للبروتينات اللي مأخوذة من الكائنات الراقية مثل الحيوانات بشكل صحيح. السبب في ذلك إنه الساكروميسيس سيرفيسيا تضيف كمية سكر بشكل كبير جدا، فالسبب إنه hyperglycosylation، فرط في عملية إضافة السكر. بالتالي هذا راح يسبب لنا مشاكل كثيرة جدا. ليش؟ لأنه إضافة السكر بكميات كبيرة راح يغير من وظيفة البروتين. طيب، كيف أنا أقدر أمنع هذا الشيء؟ نقدر نمنع هذا الشيء باستخدام سترينات خاصة من الساكروميسيس سيرفيسيا مطفرة وراثيا، بحيث تنتج كمية بروتين يكون حاوي على سكر بكميات قليلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الساكروميسيس سيرفيسيا تفتقد إلى نظام كفو لعملية فرز البروتينات بالجروث ميديا. بعض أنواع الكائنات بعد ما تنتج بروتينات تفرزها، تسوي لها عملية سكريشن، فبالتالي سكريتينج بروتين into the growth media، الساكروميسيس سيرفيسيا تبقى دائما محتفظة بالبروتينات. In the absence of secretion، بفقدان عملية الفرز، recombinant protein are retained، تبقى ال recombinant protein الجزيئات تبقى محفوظة وين؟ في داخل الخلية، وبالتالي عملية تنقيتها من داخل الخلية راح تكون صعبة جدا. ف it's less easy to be purified، تكون عملية صعبة جدا للتنقية. طيب، على الرغم من هذه المساوئ، despite these drawbacks، على الرغم من هذه المساوئ، Saccharomyces cerevisiae remain the most frequently used microbial eukaryotic for recombinant protein synthesis. بالرغم من كل هذه المساوئ، إلا أنه هذه الخميرة أو Saccharomyces cerevisiae تبقى most frequently، يعني تستخدم بشكل شائع لإنتاج الريكومبينت بروتين. السبب في ذلك هو يعود إلى سببين أساسيين. الأول هو أنه الساكروميسيس سيرفيسيا completely safe organisms،
بالتالي أنا لما أستخدمها لإنتاج بروتينات في مجال الطب أكون أنا على ثقة عالية بأنه هذه البروتينات تكون غير ملوثة. على سبيل المثال لو استخدمنا فرضا جينات فيروسات أو فيروسات معينة، راح تكون عملية تلوث بروتين بهذا الكائن الخطير عملية جدا خطرة. أما ساكروميسيس سيرفيسيا فهو كائن غير قادر على أحداث إمراضية خطيرة، وبالتالي فهو completely safe for medical purposes. النقطة الثانية إنه الساكروميسيس سيرفيسيا منذ حدود أكثر من ربما 30 إلى 40 سنة والعلماء يستخدموها، فبالتالي هي wealth of knowledge. المعلومات اللي حول عملية الإكسبريشن بالساكروميسيس سيرفيسيا معلومات كثيرة جدا وبنيت منذ سنوات سابقة جدا، وبالتالي البايوكيمستري الكيمياء الحياتية لهذه الكائنات وكذلك الجينيتك باك جراوند الخلفية الوراثية لهذه الكائن تم دراسته بشكل وافي ووفير. بالتالي أي باحث يريد يشتغل على الساكروميسيس سيرفيسيا راح يلقى جميع أو كثير من المعلومات التي يحتاجها، وبالتالي هذا راح يسهل له على عدم حدوث مشاكل أثناء القيام بالتجارب. النوع الآخر من الكائنات هو البيتشا باستورياس، والبيتشا باستورياس هو نوع آخر من الكائنات التي يستخدم في الهندسة الوراثية. هو نوع آخر من اليست، وهذا النوع الآخر من اليست يكون قادر على صناعة ريكومبنت بروتين بنسبة جدا عالية تصل إلى حوالي 30% من بروتينات الخلية، بمعنى أنه الخلية لما يصير بها إكسبريشن 30% من كل بروتيناتها هو البروتين المهندس وراثيا، فهذه واحدة من الفوائد الكبيرة. اثنين، هذه البيتشا باستورياس من المميزات الأساسية لها أنه تكون قادرة على إنتاج بروتين يكون حاوي على سكر وبنسبة كبيرة من التشابه مع البروتين المنتج في داخل الكائن الراقي، بالتالي هي ما راح تسبب over or hyperglycosylation مثل ما تسببه الساكروميسيس سيرفيسيا. So its glycosylation ability are very similar to those of animal cells. تكون عادة مشابهة لمن لخلايا الكائنات الحيوانات. The sugar structure that is synthesized are not precisely the same as the animal version. على الرغم من أنه السكر اللي يتصنع البيتشا باستوريا هي إلى حد ما غير مشابه للأنيمالز لخلايا الحيوانات أو خلايا الكائنات الراقية، ولكن الديفرنسز يكون جدا قليل مقارنة بالساكروميسيس سيرفيسيا كاد لا يذكر أصلا. وهذا إلى فائدة اللي هو النقطة الثالثة، يقودنا إلى النقطة الثالثة. Importantly, the glycosylated protein made by Beta pastoria are unlikely to induce antigenic reaction if injected into the bloodstream. على سبيل المثال أنا أريد أنتج إنسولين أو مو إلا إنسولين growth hormone بداخل اليست. هذا growth hormone إذا ما بي كمية سكر كبيرة على سبيل المثال اللي يتسبب مثلا ساكروميسيس سيرفيسيا. الساكروميسيس سيرفيسيا البروتين المنتج منها اللي هو growth hormone اللي سوينا له هندسة وراثية راح يكون حاوي على مجاميع سكرية كبيرة جدا، بالتالي حقن هذا البروتين داخل جسم الإنسان، جسم الإنسان بالبلود ستريم مالته راح يميز هذا البروتين على أنه بروتين غريب، السبب وجود السكر الكبير به، بالتالي راح يستجيب له مناعيا، فراح يسبب لي شنو؟ راح يسبب لي أنتيجينيك بروبلم، زين؟ أنتيجينيك رياكشن في داخل البلود ستريمز، a problem frequently encountered with the overglycosylated protein synthesis by Saccharomyces cerevisiae مثل ما شرحنا قبل قليل. وهذا هو المثال المذكور. لو لاحظنا انه هنا عندنا مجاميع السكر اللي هو البوليسكرايد اللي مرتبط وين بالاسبرجين، هو نوع من انواع الاحماض الامينيه موجود في انسان. بالبيتشا باستوريا راح نلاحظ انه نفس البوليسكرايد باستثناء مجموعه اخرى زائده، اما بالساكروميسيس سيرفيسيا فراح نلاحظ انه البوليسكرايد مختلف بشكل كبير جدا، بالتالي هذا النوع من السكر راح يسبب لي انتيجينيك رياكشن لانه غريب عن جزيئه البروتين، لانه غريب على جسم الانسان.
The only significant problem with the pH of Asturia is that sometimes degrade recombinant protein before they can be purified. من المشاكل اللي تسببها البيتشا باستوريزا انه تحطم عادة جزيئة البروتين قبل عملية التنقية. بمجرد انه صار اكسبشنال بروتين، البيتشا باستوريا ميزت هذا البروتين على انه غريب وقامت بتحطيمه، ولذلك يجب عملية تنقيته بشكل اما سريع جدا او احداث نوع من انواع التطفير او مراقبة الترانسكريبشن مع هذا الكائن. طيب، هناك نوع آخر من أنواع الخلايا التي يمكن أن تستخدم في مجال الهندسة الوراثية، وهو استخدام خلايا الحيوان بشكل مباشر. So using animal cells for recombinant protein production. Protein production in mammalian cells. نستخدم خلايا mammalian cells، نزرعها في طبق البتري ديش مباشرة ونسوي بها عملية الهندسة الوراثية. Mammalian cell lines derived from human or hamsters have been used in synthesis of several recombinant protein in vitro in petri dish. بمعنى انه هذه الخلايا اللي تستخدم في عملية الريكومبيننت مصدرها يا اما الانسان يا اما الهامسترز. وهذه الخلايا هي خلايا لبنية، خلايا مأخوذة من اللبائن. وبالتالي عملية الكلونة تتم، وبعد ذلك يتم إدخال البلازميد إلى داخل هذه الخلايا، وبشكل أو بآخر يتم تعبير هذه البلازميدات داخل الخلايا بعد أن تدمج بالكروموسوم. ولكن هذه العملية كيف تتم؟ تتم بعد زرع هذه الخلايا في البتري ديش، يعني مثل عملية زراعة البكتيريا ولكن بظروف مختلفة. هذا التيشو كلتشر يحتاج لمحاضرات كاملة لشرحها بشكل وافي. وفي معظم الأحيان البروتينات المنتجة بهذه العملية تكون بروتينات لا يمكن تمييزها أصلاً عن البروتين الأصلي. ليش؟ لأنه هو بروتين أصلي، لأنه الخلايا تقوم بإنتاجه بشكل صحيح جداً. طيب، من المشاكل اللي تنتج به أنه الريت ماتري جروث ماكسيمم سيل دنسيتي آر ماتش ليس فور أنيمال سيلز كومبير وذ ذا مايكرو أورجانيزمز. المايكرو أورجانيزمز إلها القدرة على القيام بعملية الهندسة الوراثية بشكل سريع جدا. السبب في ذلك هو أنه خلايا الكائن الكائنات الراقية سرعة انقسامها سرعة بسيطة جدا، أي بمعنى أنه بطيئة من ناحية التكاثر في داخل البتري ديش. ما راح أتصور أنه هذه الخلايا راح تتكاثر مثل البكتيريا، ولذلك السيل ماس الكتلة الخلوية اللي راح أحصل عليها بعد عملية النمو تكون قليلة جدا. أيضا عملية زراعتها وعملية الهارفستنج مالتها عملية جدا معقدة. فبالتالي rates of growth and maximum cell densities، معنى أنه معدل نمو هذه الخلايا ومعدل الكتلة الخلوية اللي أحصل عليها، يعني كمية الخلايا اللي أحصل عليها are much less for animal cells، هي تكون جدا قليلة بالنسبة للخلايا الحيوانات بالمقارنة ويا مثلا بكتيريا الإيكولاي with the microorganisms. وبالتالي هذا راح يسبب لنا limitation بكمية البروتين الريكومبنت بروتين المنتج. طيب، هذه العملية على الرغم من أنه سلبية إلا أنه تبقى محبذة إذا كان البروتين لا يمكن إنتاجه إلا بهذه الطريقة. So with that can go, but this is can be tolerated. إحنا نقدر نتحمل هذه المشاكل if it's the only way of obtaining the active protein، إذا كانت هي الطريقة الوحيدة للحصول على هذا البروتين. من الأمور الأخرى أيضا إنه gene cloning might not be necessary in order to obtain an animal protein from animal cells culture. في بعض الأحيان عملية الكلونة قد تكون ما مهمة. طيب شلون تكون ما مهمة؟ يعني بمعنى انه لو فرضنا انه جين معين ينتج بروتين معين،
هنفرض انه مثل ما تكلمنا بروتين انسولين، انا اقدر احفز هذه الخلايا على انتاج هرمون الانسولين لكونه هي هو مصدر الجين موجود في هذه الخلايا. يعني ماكو داعي اجيب الجين واخليه على البلازميد، ولكن هذه عمليه تكون جدا بطيئه، ولذلك انا دائما ايضا استخدم اكسبريشن فيكتور خاص بالماميليان سيلز واكلون عليه الجين مالتي حتى احصل كميه اكبر، واخلي هذا الجين تحت بروموتر، البروموتر يكون سترونج بهذه الحاله زين، بالمقارنه ويا من ويا البروموتر اللي يكون متواجد وين بالخليه بشكل طبيعي. ولذلك نستخدم بعض الفيروسات اللي هو على سبيل المثال SV40 والسيتوميغالوفيروس. هذه السيتوميغالوفيروس والS40 تنطينا بروموترات، هذه البروموترات نقدر نستخدمها في عملية الهندسة الوراثية أو كلونة الجينات للحصول على ريكومبوننت بروتين وين باستخدام الماميليان سيلز. فإذا جبت لك شنو الفائدة من السيتوميغالوفيروس راح تقول لي يابا بتطبيقات هندسة وراثية، راح تقول لي انه السيتوميغالوفيروس provide kind of strong promoter for recombination to produce a recombinant protein using mammalian cells as a host expression. طيب this technology is the most expensive approach to recombinant protein production. هذه العملية عملية جدا مكلفة وعملية جدا تأخذ وقت أيضا، especially as the possible co-purification of viruses with a protein mean that rigorous quality control procedure must be employed to ensure that the procedure or the product is completely safe. بمعنى أنه هذه العملية ليست فقط أيضا مكلفة و time consuming يعني تستغرق وقت، وإنما أيضا لكونه نستخدم بروموترات فيروس ولكونه نستخدم مادة وراثية للفيروس، لذلك التعامل وياه يكون جدا بشكل حذر، لأنه تحتاج إلى عمليات تنقية أكثر، عمليات isolation للبروتين بشكل دقيق حتى نضمن سلامة المنتج، لأنه وجود الفيروس بها يعني وجود ربما تلوث حتى وإن كان بالجينوم مات الفيروس. طيب الموضوع الآخر هو استخدام الفارمينج ريكومبنت بروتين from live animals. الفارمينج عادة هو استخدام منتج الكائنات الراقية بعد إجراء عملية الهندسة الوراثية به، وراح نفهم هذا الشيء A transgenic animal is one that contain a clone gene in all of its cells. الترانسجينيك انيمالز هو الكائن او الحيوان اللي يحوي على كلون جين في كل خلايا، وهذا يتم عادة في مرحلة البيضة المخصبة. في مرحلة البيضة المخصبة اذا ادخلنا جين في داخل الخلايا وبعد ذلك اتكاثرت هذه الخلايا بعد بالانقسام والتمايز، راح كل الخلايا حاوية على يمن على ذاك الجين اللي دخلناه بعملية الهندسة الوراثية. Using mice باستخدام الفئران او لدراسة وظائف جينات الانسان وجينات اللبائن بشكل عام هو مثال على الترانسجينيك انيمالز. With mice a transgenic animal can be produced by micro injection of the gene to be cloned into the fertilized egg cells. مثل ما ذكرنا انه الترانسجينيك انيمال ينتج بعد عملية حقن micro injection زين، يعني الحقن الميكروي المن لجين معين بحيث يكلون وين في البيضة المخصبة، وبالتالي لما ندخل الجين في البيضة المخصبة، البيضة المخصبة تكون حاوية على نواة واحدة، بالتالي أنا دخلت الجين في هذا النواة، بالتالي هذه الخلية لما تبدأ بالانقسام النواة اللي تحوي على الكروموسومات أيضا راح تنقسم، بالتالي الجين راح ينقسم، وبالتالي جميع خلايا الكائن الحي في المستقبل تكون حاوية على يمن على ذاك الجين اللي تم كلونته. The most successful approach has been to use for farm animals such as sheep or pig with the clone gene attached to the promoter for the animal's beta-lactoglobulin gene. This promoter is active in the mammary tissue which means that the recombinant protein is secreted in the milk.
اللي يحدث شنو؟ إنه في بعض الأحيان يقومون بعملية كلونة الجين بحيث يكون هذا الجين تحت بروموتر جين اسمه بيتا لاكتوغلوبيولين جين، اللي يكون هذا الجين نشط أو هذا البروموتر نشط وين في أنسجة الميموري تشو، وبالتالي إذا كان في أذية راح ينتج هذا الجين المهندس وين طيب شو الفائدة من عدة؟ الآن اتصور إنه عملية إنتاج milk production can be continuous during the animal's adult life. عملية إنتاج الحليب تكون عملية مستمرة resulting in a high yield of protein. بالتالي إنه كل بروتيني أنا اللي سويت له هندسة وراثية بحيث سويته ينتج مع الحليب راح ينتج بكميات كبيرة جدا. The average cow produced 8,000 liters of milk per year. 8,000 لتر من الحليب ينتج بالسنة، وبالتالي راح ينتج لنا كمية ما يقارب 40 إلى 80 كيلوغرام من البروتين. Because the protein is secreted, purification is relatively easy. لكونه الحليب ينتج خارج الجسم الكائن الحي، وبالتالي البروتين مالتي ينتج مع الحليب، لذلك عملية استخلاصه من الحليب عملية سهلة. بدل ما أني أخذ الخلايا وأكسرها وأتخلص من البروتينات وأتخلص من جميع الجزيئات الأخرى، أحماض نووية، RNA، DNA إلى آخره، هنا راح ينتج البروتين مالتي مع الحليب، وبالتالي عملية فصله عن مكونات الحليب تكون عملية سهلة. Most importantly, sheep and pigs are mammals and so human proteins produced in this way are correctly modified. لكونه الكائن اللي يستخدم لعملية الإكسبريشن هو الشيب والبيكس، زين، بالتالي هذه كائنات راقية، وبالتالي عملية الجينات اللي تنتج فيها يصير لها تيرشيري ستراكشر ويصير لها فولدنج بشكل صحيح إذا كانت هذه الجينات مأخوذة من الإنسان. ولذلك production of pharmaceutical protein، بروتينات اللي تستخدم في مجالات الصيدلة in farm animals بعملية الفارمينج اللي ذكرناها توفر لنا فد مستقبل حقيقة زاهر لصناعة هذه البروتينات بشكل يكون correctly modified، بشكل يكون البروتين بي structure الـ 3D structure يكون صحيح وبطريقة سهلة وبكمية كبيرة، وخصوصا إذا كانت تلك البروتينات تستخدم في مجال الطب فبالتالي يكون لها فائدة عظيمة جدا. وهذا هو المثال اللي ذكرناه، البيتا لاكتوغلوبيولين جين هذا موجود وين؟ بالأفدية. بالتالي إذا هذا الجين موجود بالأفدية ومسؤول عن إنتاج التحفيز عمليات إنتاج الحليب، إذا خليت الجين مالتي هنا مثلا على سبيل المثال جين إنسولين على سبيل المثال أو جروث هرمون، فبالتالي ورجعت طبعا هذا الجين بمستوى الإيج اللي هو بمستوى البيضة المخصبة وانتظرت الحيوان إلى أن يكتمل عملية نموه وبعد ذلك أن يصل إلى مرحلة الأدولت ويبدأ بإنتاج حليب، زين، فبالتالي البروتين اللي موجود مع هذا البروتين المدمج راح يكون تحت سيطرة بيتا جلاكتوغلوبيولين بروموتر، هذا البروموتر يكون شغال فقط وين؟ بالماميريان تشو، زين، فبالتالي لما يكون شغال في الماميريان تشو راح يحفز لنا إنتاج حليب ويحفز لنا الجين اللي إحنا لصقناه في بداية عملية البيضة المخصبة. فهذا الكائن نسميه بهذه الحالة transgenic animals، وهذا البروتين المنتج وهذه العملية كلها نسميها بالفارمينج. نصل بالنهاية إلى نهاية الحلقة، أتمنى أنه قد